وداعش دي الآن بقت نبزة والحمد لله. زمان العلماء حاربوها وتكلموا فيها بدري، شيخ العباد والشيخ سليمان الرحيلي وغيرهما من المشايخ والعلماء يتكلموا، نحسبهم الله وحسيبهم، تكلموا حذروا منها بدري، وإلى الآن نحن نحذر الناس منها. ناس يقول لك امرقة في الصومال وامرقة في ليبيا وامشي سوريا وامشي وين، وقاعد في بلدك دي. طيب انت ما تبقى مارق انت برضو؟ لا لا انا ما، طب لازم اعلم الناس زيل عشان يمرقوا. طيب اولادك ما يمرقوا برضو دار يعلموا الناس؟ اولادك برضو ما تخليهم يمشوا؟ لا لا ما، وتلقى راكب لبرادو وانت مغبر وتعبان وسايق ركشة وسيلك بتاع الكلتي مقطوع، ولا بنزي تعبان واقف في الصف بتاع البنزين الله يفرج على المسلمين وإلى آخره، وتجي يقول لك هسمع البلد دي كتمت، انت ابقى مارق انت مع الكتمة دي زهجان براك تقوم شنو؟ تبقى مارق وين يا مسلم؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائي. الحال الجهاد الشرعي ده بكون ورا إمام ورا حاكم، ده واحد، ده جهاد الطلب. أما جهاد الدفع ده بعد يجوا بلدك وخلاص الشغلة، بعد ده أي زول بقى بعد ده من مات دون عرضه فهو شنو؟ شهيد. لما جو بلدك ده بعد ده اسمه جهاد الدفع، ده أمر آخر. اثنين، مسائل التفجير دي العلماء تكلموا فيها، دي من الانتحار. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عشان تعرف الناس إيش شغلتهم مجوبك، الزول بالتفجير ده شنو؟ بيلبس له حزام ناسف، حزام فيه طلع فيه غنابل ومتفجرات أشياء زي دي، وينط في الجماعة يفجر نفسه ويفجرون. وده الجهاد كذي، الرسول عمل كذي صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول بيلبس الدرع، بيلبس الدرع. وانت بتمشي عشان تموت انت، ولا تمشي عشان ترفع كلمة التوحيد؟ الجهاد ما هو الجهاد؟ لتكون كلمة الله هي شنو؟ العليا. الشكي بن عثيمين رحمه الله تعالى يتكلم في النية ذاته، في مسألة النية، إنما الأعمال بالنيات. وتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ابن عثيمين قال الزول ما يمش من بلده، قال الرجل لا يخرج من بلده ليقاتل ليموت ويظن أنه بهذا يكون شهيدا. انت مش من بلدك ماشي تقول انا بس ماشي للشهاده، ماشي اموت شهيد. قال: وانما بنص هذا الحديث يقاتل لتكون كلمه الله هي شنو؟ العليا. فاذا قتل فهو شهيد. فهمت المساله؟ انت مش من هنا تقول انا ماشي خلاص ماشي اموت شهيد. ما تموت شهيد كيف؟ تمش من هنا عشان تكون كلمه الله هي العليا بنص هذا الحديث. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعد كتلوك بعد أو أنت شهيد، وبعدين أنت تعمل السبب كما ذكرت لك. أنت النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الدرع، لو كان أصلا بس المقصود تمش في نصهم ويكتلوك وتقتلوا خلاص، ما كان الصحابة لبسوا دروع ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع وعمل السبب. أنت بتشيل سيفك ولا شايل بندقيتك وتعمل السبب وإلى آخره، وتقاتل بكل شجاعة، ولا تقصد مجرد الشجاعة، وإنما تقصد وجه الله والدار الآخرة، وتقصد رفع كلمة لا إله إلا الله. فإذا قتل العبد بعد هذه الأمور فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أما ضرب الدواعي ضرب منحرف يا أخي، والدين ده تتبلغ الناس الدعوة أول شيء، قبلوها خلاص ما قبلوها، بعد ديت لو حاكم وعندك شوكة بعد ده الله قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في سورة البقرة وفي سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله. في سورة البقرة: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. انتهى أول شيء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه
لما أخذ الراية قال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة إلى آخره، إلى أن قال فإن فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. أن محمد رسول الله لا ممن خليك، خلاص أنا معاكم ما في طريق. طيب دل دارين شنو يا هذا الإسلام؟ ده الدين كذي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بدعو الناس للتوحيد، لو أصلا شغل بس من بداية قوة وكذا 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 ما كان من أول يوم شال سيفه وقتل أبا جهل وأبا لهب وانتهى من الجماعة وقال لهم بس خلاص الشغلة دي بس قدام كان، لكن دعاهم أول شيء أنت تدعو الناس. الزول اللي استجاب الحمد لله ده أخوك، الما استجاب لما تكون حاكم مش تكون زول زي وزيك تقول له يا عمك أسلم لا ما معاكم، تكون له زي تحاكم اللي بيطبق الحدود منه مش الحاكم. نصوص كثيرة بتلقى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، لو ما كان في إذن من الحاكم وأمر من الحاكم وحكم شرعي كان عمر بن الخطاب بيسأل ولا بيستاذن ولا كان مثلا بيغلط طوالي شنو هاي، لكن يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، معناه شغلة فيها شنو فيها حاكم وفيها تطبيق، وإلا لو خلوها فوضى ساي كان أي زول بيمسك لزول بكتله كان عنده شكلة معاه ولا قروش ولا حاجة كتله يجي يقبضوه يقول والله ارتده، والله ارتد الزول وداك اللي في ده كتله ده شغلة بتجود ساي، لكن شغلة دي بالحاكم. الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.